تونسية آخر كرة تلعب خطيرة جول با 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 بالجول أو لا لا يا عمرو السولية جول في منتهى الروعة جول اللحظات الأخيرة يفعلها جول للمنتخب التونسي في الدقيقة سجل ضد مرمى هذه الكرة هل أنت يا فتحي سولية اللحظات الأخيرة أو لا لا في الوقت بدل الضايع من اللعب جن جنونها في المدرجات يا عمر كله إلا اللحظات الأخيرة بدل الضايع قلنا لك يا سيد الحكم صفي قادر يفعلها وفعلها فرصة ولكن هي هكذا الكرة نارها وهكذا فعلها التونسة بجدارة وباستحقاق نعم بجنس المباراة النهائية نبدأ بالتحية الزري ولجماهير الوامد بدورها واجبها في مدرجات واجبها جماهير الكرة التونس الذين استفاقوا منذ الصدمة مدرب كبير قال بأن مباراة صدمة انتعش وانتفض المنتخب المصريين في اللحظات الأخيرة سامحوني متعة